وسط التردد الدولي بشأن تسليح الثوار وتباين المواقف السياسية، كشفت تسريبات صحفية عن تقديم بريطانيا مساعدات عسكرية غير فتاكة بقيمة 8 ملايين جنيه استرليني لما أسمتها الفصائل المعتدلة للثورة. الله أكبر. تلك التسريبات كشفت عنها صحيفة الاندبندنت البريطانية، التي أشارت أيضا إلى أن الحكومة البريطانية تدرس إرسال المزيد من الأسلحة. وبحسب الصحيفة نقلا عن وثائق رسمية، قامت بريطانيا بإرسال معدات إلى الثوار شملت مدرعات ودروع بشرية وشاحنات ومركبات رباعية الدفع ومعدات إسعاف وغيرها من المساعدات. تسريبات الاندبندنت تتناقض بحسب محللين مع تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، التي أفصح عنها منتصف شهر تموز الماضي خلال مقابلة تلفزيونية أجرها مع قناة البي بي سي البريطانية، تجنب خلالها أي التزامات تجاه الثوار. تلك التصريحات سبقها ما نشرته صحيفة ديلي تيليغراف حول تخلي كاميرون عن تسليح الثوار بعد أن تلقى تحذيرات من قادة الجيش البريطاني من أن تلك الخطوة يمكن أن تورط قواتهم في حرب شاملة. مواقف الدول الغربية من التسليح اتسمت أيضا خلال الفترة الماضية بالتناقض والتباين، فالموقف الأمريكي اتسم بعدم الوضوح بشأن قضية التسليح وسط انقسام المسؤولين في الإدارة الأمريكية بهذا الشأن. أما الموقف الفرنسي فيصر على حل الأزمة سلميا، معتبرا أن تسليح الثوار يتطلب أولا تنظيم المعارضة السورية للوصول إلى انتقال سياسي. تم بعون الله تعالى صنع قاذف قنابل. بالمقابل لم يعد الثوار في سوريا يعتمدون على فكرة تلقي المساعدة من الغرب، وذلك بعد وعود كاذبة بما في ذلك الدعم العسكري بالسلاح أو إقامة منطقة حظر جوي، الأمر الذي دفع البعض القيام بتصنيع الأسلحة بأنفسهم. الله أكبر. ويرى مراقبون أن تبدل وتغير المواقف الإقليمية والدولية من تسليح الثوار أعطى النظام فرصة للبطش بالمدنيين في مختلف المدن السورية، ترافقه في ذلك ميليشيات مسلحة تابعة لحزب الله اللبناني، بالإضافة إلى ميليشيات شيعية إيرانية وعراقية.